Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And welcome to the second Ramadan annual webinar series. Today is the second day of Ramadan, so we welcome you and we welcome our guest today, very special guest. Ramadan wa nurahiba bi dayfina al-mumayyiz al-akh alladhi kana fi المجال العام لسنوات عديدة وأود أن نتحدث عن ما حققه وأنجزه في حياته ولدينا السيد أنور إبراهيم من ماليزيا وهو المدير رئيس المعارضة وكان أيضا لسنوات عديدة جزءا في الحكومة وكان أيضا وزيرا في العديد من الوزارات وكذلك قائدا سياسيا في الحزب الحكومي والآن في المعارضة وكذلك أود أن أرحب بالمضيف الزميل دكتور إحسان قزاز من مركز إنسان للدراسات الإسلامية هنا في تركيا. أهلا وسهلا بكما. أود أن أبدأ بسؤالك دكتور أنور عن طفولتك، كيف تربيت وما هي القيم التي أثرت عليك في بدايات حياتك ومن الذي أثر عليك وأنت تترعرع في هذا الوقت المبكر من حياتك بعد الحرب العالمية الثانية؟ لو تحدثنا قليلا عن المرحلة الأولى في حياتك. أرجو أن تفتح الميكروفون لو سمحت، لا نستطيع سماعك. أولاً رمضان بخير كريم وكل عام وأنتم بخير سمير وسمير حسين، ونود أن نستغل هذا الوقت في رمضان لإيصال رسالة مهمة ورسالة السلام. وحتى تذكرني عندما كنت شاباً قرأت محمد حميد الله من الهند والذي قام بتشكيل المركز الإسلامي في باريس، وكان له كتاب جميل عن يتحدث فيه لماذا نصوم، وأعتقد أنه كان مفيدا للغاية للمسلمين في الغرب وحتى لغير المسلمين، وهو كان يتكلم فيه عن البعد العالمي للصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإرسال هذه الرسالة بأن هذه كانت ممارسة حتى من هم كانوا قبلنا، فبالتالي كانت بالنسبة لي كانت كبيرة جدا حتى لشخص يترعرع في ماليزيا وهي متعددة الديانات. والصورة التي وعندما كنت صغيرا يعني حباني الله بعائلة محبة وكانوا يضمنون أن يكون أولادهم مؤمنون أقوياء ولديهم هذه القيم، وذهبت إلى مدرسة لم تكن ذات طبقة عالية أو كانت ذات اختبارات خاصة للدخول إليها، وكنت محظوظا في الدخول إلى هذه المدرسة، وتعرضت أيضا لقضايا مجتمعية في ذلك. كيف كان الإسلام في تلك الأيام الأولى في حياتك في ماليزيا؟ هل كان الناس ملتزمون في الدين أم كان هناك أم كنتم في حالة انتقالية؟ ماليزيا بشكل عام هي دولة محافظة، بلد محافظ، ففي المدرسة معظم الصفوف في الصباح ولدينا جلسات بعد الظهر كانت منفصلة عن بعضها البعض. ليس بالضرورة أنها كانت على شكل مدرسة كامل، ولكن كانت صفوف كنا نتابعها، وكان هذا النموذج متبع في الدول الإسلامية. كذلك البعد الذي تحدثنا عنه عن الإسلام بأنه دين كامل وشامل، ولكن كان هناك أيضا فهم للعقيدة والأخلاق،
كانت بالملاوي ولكنها كانت قوية جدا، كانت ذات طبيعة ملاوية ولكنها كانت ذات قيم إسلامية قوية أيضا، وكانت متأثرة باللمسة الإسلامية التي شكلت هوية المسلمين في ماليزيا، وخاصة ما تعلمناه من العقيدة الإسلامية والأخلاقيات الإسلامية. من من الأشخاص الذين أثروا وشكلوا هويتك أو شخصيتك في حياتك الأولى، أولا كطفل وبعد ذلك كمراهق وكبالغ؟ لأنك أيضا أعتقد أنك نشأت في طبيعة النشاط الإسلامي أيضا. أولا والدي وبعد ذلك الأساتذة الذين علموني والذين علموني ما يجب فعله وما لا يجب فعله. وعندما كنت في الجامعة وعندما أصبحت في الجامعة تواصلت مع بعض مع جمعية المسلمين وبعض الجمعيات في بريطانيا وبعض الجمعيات الإسلامية الأخرى في الغرب، وبالتأكيد لابد أن نعطي أيضا النفي الحركة الإسلامية في إندونيسيا حقها التي أثرت علي أيضا، والتي انتقلت من حركتها الراديكالية المتشددة إلى الميول الوسطي المعتدل أكثر من الإسلام، والتي فيها شخصيات بارزة قادت هذه الحركة وقد استفدت منها كثيرا. أما الجانب الراديكالي مني فقد كسبته من الإخوة العرب. أذكر في دراستي أنه كان هناك فرع خاص في ماليزيا عن الدراسة الإسلامية، وأيضا الحركة الشبابية في إندونيسيا أعتقد أو في ماليزيا كانت امتدادا لهذه الحركة في إندونيسيا، فأعتقد أن هناك رابط بينهم. في التشكيل الأول لحركة الشباب المسلمين في أمريكا في إلينوي، لقد كانت لم يكن لدينا فهم لما يحدث، وكان كنا نكافح لنشارك ولكن كانت هذه البداية من مجموعة الدراسة الإسلامية الماليزية. وهناك البعض الأخوة الذين كانوا ساعدوني بذلك وقدموا لي الدعم. أقول أنني أنه مثير للاهتمام وجود أفروع مختلفة للحركات الإسلامية في أمريكا، ولكن لماذا كنتم تعتقدون أنه كان ضروريا أن تكون موجودة هذه الحركات في ذلك الوقت؟ أعتقد أن للأمر علاقته بالثقافة، كانت بيئة مختلفة طبعا، ولأكون صريحا تعرضت لخبرة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وجماعة النورسي وكذلك في إندونيسيا، ولكن في بالنسبة للحركة الحراك الإسلامي في ماليزيا فلابد أن يكون لدينا أيضا مفكرين، وإن كان الإسلام هو الإسلام وجاء رحمة للعالمين، ولكن لابد من أن نكون أن نثمن أو أن نقدر الاختلافات بين الثقافات المختلفة. مثلا بين الإسلام والعلمانية تجد أن هناك مثلا مناظرات كثيرة وجدالات عميقة، مثلا الجدالات بين الغزالي وآخرين وحادة جدا. هنا استطعنا أن نقوم بالسير بين هذه المسارات بطريقة متوسطة إلى حد ما،
المسلمون يدركون أنه لابد من أن يكون هناك طريقة ما تتماشى فيها مع العلمانية أو تتفهم العلمانية. أعتقد هذه نقطة خطيرة في الكلام عن العلمانية، لأن هناك ارتباطات لها كثير مع الإلحاد، ولكن ما أقوله أننا استطعنا السير بين هذه الطرق لنستطيع أن نكون لدينا تجربتنا في هذا المجال. دكتور أنور، إذا كان لك أن تحدثنا عن تعليمك والذي وكيف دخلت في الحزب الحكومي في أيامك الأولى، أعتقد أنها كانت غلطة. لقد كنت في الجامعة، وطبعاً في الجامعة يمكنك أن تكون لك وصول لجميع القيادات الحكومية والقيادات المعارضة أيضاً، وسواء كانت إسلامية أو علمانية أو حتى الحركات اليسارية. فبالنسبة لي وللعديد من زملائي في ذلك الوقت، قبل أن أقود أبين هذا الحزب، كنت أيضا قائدا لمجموعة من الشباب والتي كان فيها بوذيين ومن مجموعات أخرى. الحوار كان عملية مستمرة، ليس فيما يتعلق بالحوارات الحادة، وإنما في بالنسبة فيما يتعلق بالتفهم والتعلم من بعضنا البعض. فكنا نقوم بهذا العمل من منطلق لتعارفه، ومع وصولي إلى التخرج أصبحت مهتماً أكثر في موضوع الفساد والمواضيع الاجتماعية. وكانت الانتخابات قريبة، كان هناك أحد القادة كان مزارعاً من الشمال، وقد سجن ونفي من البلاد لسنتين. وعندما سجنت استطعت أن أحفظ القرآن، واستطعت أن أقرأ بعض الكتب أيضا. إذن هل تعتقد أن هذه الخبرة قد جعلت عودك صلبا أكثر للإصرار على مبادئك أكثر؟ الموضوع أكثر تعقيدا من مجموعة النشاطات مثلا أو إعلانات. عليك فعليا أن تفهم تعقيد المجتمع وأولئك الموجودون في السلطة الذين يستخدمون كل الموارد المتاحة لهم. فنحن هنا نتكلم عن وقت كان فيه فساد كبير وحركة مضادة للفساد إلى حد كبير. كان لدينا كانوا يطالبون بالعدالة الاجتماعية، طبعا هي كانت شعارا ولم تطبق في ذلك الحين، كانت مجرد شعارات. فهذه النقاشات، من خلال هذه النقاشات التي كنا نخوضها، استطعت أخيرا أن أجد طريقي وفي هذا المجال، وصرت وزيرا للشباب، وأصبحت صديقا مع عدد من الأشخاص الذين كانوا غاضبين معي. وفي ذلك الوقت كانت هناك حركة الهجرة والتكفير أيضا، لأنك كنت شاباً، وزيراً شاباً، كنت أكثر الوزراء شباباً في ذلك الوقت، وقد خدمت في العديد من الوزارات، وزارة التعليم، وزارة الثقافة، وزارة المالية، وأخيراً كنت نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، فكان لديك هذه الخبرة الواسعة. ما هي أفكارك أو تأملاتك عن تلك الفترة؟ وفهمك بالنسبة لشخص، وكيف كنت ترى الأمور من وجهة نظر شخص كان ناشطا سياسيا مثلك ويعمل في الحكومة؟ بالصدفة في الأسبوع الماضي كنت في حوار مع مجلس الأساتذة الجامعة، وسألوني فيما إذا كان هناك أي
إذا كنت نادما على انضمامي إلى الحزب الحاكم وانتهاء المطاف في السجن، فقلت لهم لقد كانت تجربة غنية جدا. أولا كنت وزير الشباب والرياضة والثقافة، وكانت هذه كان هناك عدد من الأشخاص، إسماعيل فاروقي وأشخاص آخرين، كنا نتحدث عن الثقافة، لم نكن نتكلم عن هذا النطاق الضيق مثل أو الفهم الضيق للفنون مثل الرقص أو غيرها من الفنون. وكنت رافضا أن أقيد بهذا الفهم، فلذلك كوزير كنت أتعرض لتعرضا واسعا، وكنت أتفهم الشباب في السبعينيات في زمن الثورة. وكان الناس يخرجون إلى الشوارع ويشجعون تشي غيفارا ويغنون له، فبالتالي كان لابد من فهم هذا التحول. فأنا كنت إسلامي، وكان الفهم أيضا لتشي غيفارا ولهذه الشعارات التي كان الناس يطلقونها في الشوارع كانت سمحت لي بأن أوسع أفقي أكثر. دخلنا في حوارات بعضها كان صعبا وقاسيا للغاية، وبعد ذلك أصبحت وزيرا للزراعة، وفي ذلك الوقت كان هناك شخص قد ظهر في حياتي وكان أثر كثيرا في حياتي، فمثلا في وزارة الزراعة، من الذي يقرر؟ الوزير أم من؟ من الذي يذهب إلى المزارعين أو الفلاحين؟ هل التقيت بمحمود أبو السعود؟ نعم، لقد كان اقتصاديا مصريا شهيرا جدا. نعم، لقد كان هناك هذه التفكيرات، أفكر كثيرا، وبعد ذلك أدركت، وبعد ذلك أصبحت وزيرا للتعليم. طبعا واستفدنا من التجربة اليابانية أو في إصلاح التعليم، والتقيت بوزير التعليم من الأردن، نسيت اسمه، هل هو الكيلاني؟ ليس إبراهيم زيدون، لا، لقد كان وزيرا لفترة قصيرة في ظل حكم الملك حسين، ولكن أيضا تجربته أفادتنا. إسحاق فرحان، نعم، إسحاق فرحان أخ رائع، فكان لدي، لم يكن لدي هذا الشعور بالثقة أو الغطرسة قبل أن أسمع، فكنت أستمع للآخرين. واستفدنا من التجربة اليابانية، وبالتأكيد استفدنا من الغرب أيضا، كان لدينا خبراء من الغرب واستفدنا من خبرتهم، مثلا في الزراعة من أبو السعود وفي التعليم من إسحاق فرحان. وإن كانت فترة خدمته في الوزارة قصيرة، ولكن كان شخصا مميزا للغاية، وكان شخصا كرس وقته للتعليم. وكان هناك أيضا بعض الأشخاص أيضا من الذين حققوا 8 أو 9% من النمو، وبالتالي كنت شخصا كانت آرائي السياسية كانت أكثر توسعا من معلوماتي الاقتصادية أو آرائي الاقتصادية. فلذلك عندما واجهنا أزمة في أواخر الثمانينيات،
كان لدينا فائضا من السنوات القبلة فاستفدنا منها وقد تبعنا سياسة يوسف عليه السلام كما ذكرت قصته في القرآن الكريم. فبالتالي هكذا حصلنا على الخبرة. فمثلا في قصة سيدنا يوسف زرع 7 سنوات ليستفيد ويستثمر منها في السنوات التالية. ففي التعليم كانت تجربة مختلفة عن المجالات الأخرى. أنا مهتم كثيرا في تقييم عام منك باعتبارك عملت طويلا في الحكومة، وقد ذكرت سابقا أن المجتمع الماليزي بشكل عام محافظ بشكل عام وقريب من الإسلام. هل وجدت في من خلال خبرتك في الحكومة أي توترات من خلال هذه بين هذه الطبيعة الإسلامية للمجتمع وطبيعة الدولة المعاصرة باعتبارك رجل دولة؟ مثلا هنا هذه المشكلة في العالم العربي كبيرة جدا، وأعتقد أن هناك كثير من التوترات خاصة عندما انضمت الحركات الإسلامية في أجهزة الدولة وأصبحت هذه التوترات ملموسة أكثر. هل لديك أي خبرة مشابهة لذلك باعتبارك قادما من خلفية إسلامية وتتعامل مع مجتمع متنوع؟ وإنه يتكلم عن الدولة العميقة هنا فيما يتعلق بهذا السؤال. تجربتنا نسبيا بمقارنة بالتجارب في العالم العربي هي أسهل بكثير، ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك توترات بين المتطرفين على كل الأطراف. كان هناك بعض الليبراليين العلمانيين الذين لا يستطيعون أن يسمعوا أي شيء عن الدين أو العقيدة أو القيم الإسلامية أو الإسلام، وخبرته وثقافتهم كلها غربية مستوردة. وهناك أيضا بعض من كانوا يسمون الحركات الإسلامية التي كانت متعصبة للغاية، الشيخ القرضاوي والذي سماهم المتعصبين كان تسميته لهم غاية في الأهمية، لأن كان علينا أن نواجه هؤلاء المتعصبين المتشددين في مسارات الدعوة المختلفة. وإن كانت هذه المجموعة صغيرة، ولكن كانوا يشكلون خوفا لدى غير المسلمين، وبأن وبعضهم كان يقول بأن لو سمح لهم العمل فكل المسلمين أو الإسلاميين سوف يكونون على هذا النحو. عندما كنت في الحكومة وكنت أتحدث عن القيم الإسلامية والأخلاقيات وتقديم الجامعة الإسلامية والبنك الإسلامي والتكافل وكل هذه الأمور، طبعا أنا لا أدافع عما قمت به سابقا، كما قال الصديقي أنه عليك أن تعود إلى برامجك وأعمالك لترى فيما إذا كانت تتطابق مع مقاصد الشريعة أم لا، ولكن هذا ليس فقط لم يكن لتغيير المسار، ولكن كانت إضافتي وما كنت أدافع عنه أنه عليكم أن تحترموا الدين. مثلا احترام حاكم الشريعة، لأنه علينا أن نسمح للمسلمين بأن يكون لديهم الخيار، ولكن لن نسمح لهذه المحاكم أن تتعدى على حقوق غير المسلمين. فبالتالي كنا نحاول أن نكون وسطيين في هذا المجال. بالنسبة لأولئك الذين يدعون أنهم ليبراليين وعلمانيين للغاية، كان لديهم هوس ضد المسلمين وضد أي شيء يتعلق بالمسلمين، وكان لدينا أيضا المتطرفين الإسلاميين الذين لا يتحدثون إلا عن الشريعة والدولة الإسلامية، فبالتالي أيضا يغلقون عقولهم ورؤوسهم أمام أي شيء مخالف لما يقولونه.
وبالنسبة لي أعتقد أن الأعمال تتحدث أبلغ من الأقوال، فما تقوم به هو ما يجعل رسالتك أوضح. وكما تقول الآية: إنما علي الإصلاح ما استطعت. وبسبب الفساد الآن يعني نحن ننحدر بالتيج لنصبح دولة من دول العالم الثالث. أنت كما قلت أنت تقدمي إلى حد كبير، ولكن بالنسبة للاقتصاد أنت محافظ، ولكن أنت عندما كنت شخص جاي قادم من خلفية إسلامية وتعيش في عالم رأسمالي إلى حد كبير، وأنت تشير إلى أدوات أنت عملت في بعض هذه المنظمات التي تعتبر أدوات أساسية لهذا العالم الرأسمالي، مثل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي. فكيف ترى أن دولة صغيرة مثل ماليزيا أو أي دولة أخرى في المجتمع في العالم الإسلامي كيف يمكنها أن كيف كنت تعرض نموذجك الاقتصادي الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا يصطدم مع النموذج الرأسمالي الذي يحكم في العالم؟ كنت أقدمه لأنني كنت أفهم الحاجة لإصلاح اقتصادي أفضل مما كانت عليه الوضع في السبعينيات والثمانيات، سواء كان من قبل صديقي أو من نزار أحمد أو غيرهم، والذين كانوا يتكلمون بشكل كبير بطريقة تحدي النظام الرأسمالي الموجود. ولكنهم يدركون الآن أن مظلة الرأسمالية سوف تؤدي إلى الفروقات الكبيرة بين الدول والطبقات وإلى التضخم، وكل دولة متأثرة من هذا النظام الرأسمالي. لذلك كنت أقترح إصلاحات. إصلاحات كانت ما يستطيع الناس أن يقبلوا بها. أعتقد أن بعض مكونات الرأسمالية فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية هي ضرورية للاقتصاد ولحماية البيئة وكذلك للتأكد أن هناك الكثير من الاهتمام والتعاطف لجميع الفقراء والمهمشين والمستضعفين. في ماليزيا عدد الأطفال والمهمشين والمستضعفين بين المسلمين أكبر بكثير من غيره من المجموعات، فهذا يعني أنه عندما نواجه مشكلة الفقر لدى المسلمين لابد بنفس الوقت أن نضمن بأن العدالة تسود للجميع. فمواطنين سواء كانوا من الأقلية المسيحية أو الهندوسية أو البوذية أو حتى من الآخرين الموجودين في بعض المقاطعات. فبالتالي بالنسبة لسياسة النظام الرأسمالي القوية كنا نضع نحن تركيزا كبيرا على العدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهذه ليست أمور جديدة، كنا نبني على التجربة الهندية مثلا. والذي كان هناك الشخص اسمه أمبكا والذي قام بعرض مشروع كان وعرضنا هذا، استفدنا من تجربته. ويجب أيضا أن نتكلم عن الديمقراطية الاجتماعية أيضا، ليس فقط عن الديمقراطية السياسية. أنا كشخص يجب أن لا نكون سياستنا تجعل الأغنياء أثرى والفقراء أكثر فقرا. هذا القائد أمباتكا قال: هذه أمور سيمكن أن أقول لك سامي، هذه الأمور كانت مهمة جدا في ماليزيا.
عندما مثلا عوضا عن الاقتباس من القرآن أو الحديث فكنت أيضا أقتبس من كونفوشيوس أو من هؤلاء الأشخاص الآخرين، لأنني أعتقد أن كل يعني الحكمة ضالة المؤمن، فأينما وجدها فهو أحق بها، فهكذا كنت أبحث عنها دوما. في ماليزيا وفي الدول في العالم الإسلامي بشكل عام، أود أن أطرح عليك سؤالا عن رؤيتك، لأنك أنت بدأت جامعات ومؤسسات أنت أطلقتها، وهي جزء من برنامج تريبل آي تي، وأيضا هناك تأثير أو أثر ماليزي في العالم. أيضا ما هي فلسفتك التعليمية خاصة في مجال التعليم العالي؟ لماذا تطرح علي هذه الأسئلة الصعبة؟ لأنك تستطيع أن تجيب عليها. نعم، التعليم. التعليم أيضا هو التأديب. طبعا لا يمكن الوصول إلى هذه المعرفة دون الحكمة. فالحكمة في التعليم الإسلامي هو ما تحدث عنه تي إس إليوت، المثلث هذا المهم، المعرفة، العلم والحكمة. وأيضا كينيدي ذكره في خطاب تنصيبه، وهو نشر المعرفة ونشر الحقيقة، بغض النظر عما كان يعنيه في ذلك الوقت، ولكن لابد أيضا أن يكون لدينا هذا النشر للمعرفة. الفلسفة هنا تكمن أو أن تركيزنا على التعليم هو ثانوي بالنسبة للمجالات الأخرى مثل الدفاع أو الأمن وما إلى هنالك. فلذلك يمكنك أن تنظر إلى النفقات في العالم الإسلامي في التعليم. كنت في اليونسكو أيضا، كنت رئيس المؤتمر اليونسكو في بعض السنوات، ونفس الأمر. وفي البنك الدولي أيضا كنت رئيس لجنة التنمية فيه. فعندما أنظر إلى أرقام الإنفاق في الدول الإسلامية، حتى الدول الإسلامية الغنية، أقل إنفاق هو على مجال التعليم. وثانيا، حتى عندما ينفقون على التعليم فهم ينفقون دون أي فلسفة واضحة، فهم يقومون تماما أو يتبعون الأنظمة الغربية والفلسفة والثقافة الغربية. أنا لست ضد الثقافة الغربية، ولكن لابد أن يكون لدينا هذا التكامل مع الثقافة الغربية، لأنهم متطورون الآن علميا، ولكن دون أن ننسى الثقافة الأصلية. وكما تعرفون أن مالك بن نبي يقول أنه يجب أن نحصل على هذه المعلومات دون أن نذوب في الغرب. تركيا مثلا قامت بشكل جميل في هذا الموضوع، وأيضا إيران، والتي يتجاهلها الكثير من الزملاء أو من الدول الإسلامية. ولكن إذا نظرتم إلى التعليم في تركيا في السنوات 10 أو 20 الماضية، وهي ترتفع تزداد ليس فقط في التعليم الإسلامي أو الديني، وإنما أيضا في مجال البحوث والتكنولوجيا وفي العديد من المجالات. لقد قضيت بعض الوقت في تركيا، وأنت تعرف أكثر مني عن تركيا، ولكن من القليل الذي أمضيته أنا أعرف هذا الذي يحدث هناك. وكذلك شاركت في بعض البرامج في المملكة العربية السعودية. فبالتالي يمكنني هنا أن أوضح أن من الخطير أن نقوم بالتعميم بشكل كبير، فإن هناك بعض الوعي تجاه هذا الموضوع، ولكن لابد أن يكون هناك وعي بالقيم والأخلاق والتي تشكل مشكلة كبيرة في العالم. الناس قد تصبح غير عادلة بشكل كبير بسبب التفاوت الطبقي الذي يمكن أن يحدث دون أي تعاطف للفقراء. هذا بسبب الخطأ في التعليم. طبعا يمكن أن تنفق عدة ملايين من الدولارات على زواج
حفلة زواج في حين أن جارك لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة. ومرة أخرى أقتبس من القرضاوي والذي يقول أنه الأشخاص الذين يذهبون إلى العمرة كل رمضان كل سنة ويتجاهلون جارهم الجائع أو الفقير إلى جانبه، فهذا أمر مجنون، هذا غير مقبول حتى إسلامية. فبالتالي يجب فهم حتى الطقوس التعبدية التي نقوم بها، مثل الصوم في رمضان الذي يهذب النفس لتشعر بالناس الذين حولك. بالنسبة للسياسة المعاصرة في ماليزيا، أنت عانيت كثيرا بسبب وقوفك في وجه بعض المسؤولين الفاسدين في ماليزيا وسجنت، وطبعا ثبتت براءتك مرارا وتكرارا، ولكن ما هو الوضع الراهن في ماليزيا لا سيما بعد هذه سنوات الفساد التي مرت، وبعد ذلك عاد مهاتير مجددا لإصلاح الوضع؟ ما الذي يحدث الآن في ماليزيا؟ يعني ماذا أستطيع أن أقول لك؟ أحيانا تضيع الكلمات، ولكن واقعيا بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والسياسية هي غير سارة أبدا، لأن الحكومة تفتقر للشرعية حتى عندما ينعقد البرلمان. وفي هذه الديمقراطية المدعاة، هذه الحكومة هشة للغاية. طبعا المحلات تفتح، الأسواق تفتح، والمدارس تفتح، كل شيء ما عدا البرلمان، لذلك بسبب فقدانها للشرعية. ولكن بسبب فقدان الشرعية وبسبب الاضطراب السياسي، طبعا صار لدينا استثمارات اقتصادية أقل، الناس يشعرون بأن هذه المرحلة تدمر البلاد. كنا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية كان لدينا تزايد، وكل المؤشرات الاقتصادية أو النمو الاقتصادي كنا رقم واحد في آسيا. طبعاً أتينا ثانياً في حالة أو حالتين أمام سنغافورة، ولكن الآن أصبحنا في المرتبة الأخيرة أو قبل الأخيرة، ولكن يعني لازلنا محظوظين أننا لازالت ميانمار خلفنا في هذا المجال. فبالتالي طبعاً يعني أحياناً أيضاً نقول بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية نحن نقوم بعمل رائع مقارنة بالصومال مثلاً، أرجو أن لا ينزعج منا الزملاء الصوماليين، ولكن يعني هكذا صار الوضع لدينا. فعندما نقول بأن الحكومة قد فقدت شرعيتها وفقدت دعمها من عدد من النواب في البرلمان، فبالتالي لابد أن يكون هناك أن تسلم المعارضة هنا. ولكن واقع الأمر الآن هو أننا ننتظر الانتخابات القادمة، لدينا انتخابات عامة، حسين في بلاده لديه انتخابات ضباط وليس انتخابات عامة. أعتقد أنه إلى حد كبير بالحد الأقصى لدينا سنتين لتقوم هذه الانتخابات حتى تنعقد. دكتور حسين تفضل. دكتور أنور سأتحول قليلا في الأسئلة وسأسألك عن الصورة العالمية، وأنا مهتم بشكل خاص بنظرتك حيال الانتفاضات العربية التي حدثت منذ 10 سنوات. أنا أعرف أنك تعرف إلى بشكل عن كثب ما يحدث في الدول العربية. كيف ترى ما يحدث في الدول العربية وإلى أين تتجه؟ ليس فقط
برأيك أنت ولكن الماليزيون بشكل عام كيف ينظرون إلى هذه التطورات التي تحدث في العالم العربي من وجهة من منظور الأمة الذي تتكلمون عنه وتؤمنون به كثيرا؟ فبرأيك إلى أين تتجه هذه الاضطرابات في المنطقة العربية؟ لا أسميها ربيع عربي، وإنما هي ثورة شعب وانتفاضة شعبية، طبعا بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي. وكنت أيضا أقرأ المقالات الفورين بوليسي، وكان هناك تقييمات للأشخاص الذين يعانون في هذه البلدان الذين ثاروا في نهاية المطاف، وهي تشابه ما حدث في بلاد مثل إندونيسيا والعديد من الدول الأخرى بالنسبة لي. لا أحد يمكنه أن ينكر أنها قد قامت بتحويل كبير لما تقوم عليه، بما يجب على الحكومات أن تقوم به وكل ما إلى هنالك. أعتقد أن الناس طبعا يتبنون القيم الديمقراطية، ولكن هناك مجموعات من الأشخاص الذين يرفضون هذه القيم ويعتبرونها غربية بالمطلق. وحتى هنا في المجتمع الماليزي في إندونيسيا وماليزيا هناك العديد من العمليات التشاورية التي تحدث والتي لها أساسها في الشورى في ثقافتنا الإسلامية، من مراقبتي وقد زرت هذه البلدان في تونس والسعودية والإمارات وقطر ومصر. هذه أمثلة للدول التي زرتها في المنطقة العربية، وقد زرتها قبل هذه الثورات أو الانتفاضات وبعدها. من سوء الحظ أن الأمور قد تطورت بالطريقة التي رأيناها، ولكنني متفائل لأنه وأخيرا بغض النظر عما تقوم به الناس، يريدون أن يحكموا بطريقة مشروعة، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات الاقتصادية ويرون الانخفاض في الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات المقدمة لهم. أنا أشاركك هذا التفاؤل دكتور أنور، شكرا لك ما شاء الله. وأود أن أنتقل إلى موضوع آخر ربما سأطرح عليك دكتور سامي. دكتور أنور، كنت جزءا من ما يسمى الحركة الإسلامية وأيضا الحركة الإسلامية الأوسع في الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى هنالك. الحركة الإسلامية في وقت الثورات العربية تعاني من وقت صعب، فالآن هناك دعوات لمراجعة الاتجاهات التي تتبناها هذه الحركات، وهناك أيضا بعض من يكتب بأن هذه الحركات قد ماتت. من وجهة نظرك أين ترى، كيف ترى أن على هذه الحركات عليها أن تتوجه في هذه السياقات المعقدة التي نتعامل معها؟ يا حسين، هذا سؤال صعب للغاية وسوف يزعج كل الأطراف، ولكن سأعطيك جوابا صريحا. العالم الإسلامي من جيلي استفاد من خبرات وتضحيات ومعاناة قيادات الحركات الإسلامية السابقة، ولكن أيضا يجب أن نقيم أو نقدر واقع أن الخبرة شيء وأن معطيات الحاضر تطالب منا أن نسير بطريقة معينة، وهنا يمكنني أن أسميها طريقة
مساواة طريقة تسويات يعني لنستطيع أن نحقق شيء ما. يمكنني أن أقول أنه يمكنك أن تكون إسلاميا دون أن تتحدث عن الإسلام السياسي، أنا لست ضده، ولكن يمكنك أن تحافظ على إسلاميتك وأنت تشارك في هذه الأنظمة الديمقراطية. أنا أؤمن بأن طبعا أنا من نائب رئيس حزب فيه مسلمين وبوذيين وهندوسيين في المجتمع، ولدينا أيضا مسيحيين ولدينا آخرين، ونحن واضحون بأن الأغلبية في هذه البلاد مسلمون والدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ولكننا نحترم أو احترام القيادات الآخرين والأديان الأخرى يجب أن يكون موجودا. فبالتالي ما الذي نقوم به لنصل إلى هذا الوضع وإلى هذا التغيير لتحقيق التغيير والإصلاح؟ لا يمكن لأي دولة أن تتطور دون استقلال ودون الإعلام الحر ودون محاربة الفساد ومحاربة الفقر المدقع. فبالتالي لو فقدنا الصوت من المصدر، يبدو أنه ضغط على زر الميوت. فإذا لابد من التفاوض للوصول إلى هذه القاعدة من التفاهم، وبعد ذلك يمكن شرح هذه الأمور لغير المسلمين. غير المسلمين عادة ينظرون إلى الإسلام من منظور المتطرفين، ويصبحون يصبح لديهم رهاب من الإسلام وإسلاموفوبيا. وكما ترون مع وجود الأجواء اليمينية المتطرفة أو أقصى اليمين مثل ترامب وغيره في الغرب، فهذه الحركات تزداد. فبالتالي فقط لمجرد السعي تجاه الحداثة والتطور فلا تتوقع منا أن نتخلى عن إسلامنا. هذا أمر يجب أن يكون مأخوذا بعين الاعتبار. مثلا إذا نظرت إلى برنارد لويس وكيف يقوم ب يتحدث عن الإسلام، وهو يقول أن هناك تغيير يحدث، ولديه موقع يحشد فيه الكثير من الناس ضد الإسلام في المنطقة. هناك العديد من الأشخاص الزملاء لي هنا الذين عملت معهم، وكثير منهم غير مسلمين. بالنسبة لسؤالك حسين، أعتقد أنه يمكنني أن هذا يمكن تكرار صورة بعض المجتمعات الأخرى أو التجارب الأخرى، ولكن إندونيسيا مثلا هي مثال على هذا النقطة. منذ البداية استطاعوا أن يسير في هذه بطريقة لفهم هذا المجتمع الإسلامي. طبعا هذا بدأ منذ حركة سوكارنو في 1955. طبعا أنا أعطي هذا المثال لأنه ربما قريب لمثالنا في ماليزيا. ويجب أن تفكر كل دولة فيما إذا كان يجب أن يكون لديها حزب إسلامية أم لا، مثل ما هو الوضع عندنا في ماليزيا. في إندونيسيا مثلا بعد الاحتلال الياباني أيضا يمكننا أن نقول أنه يجب أن تعلن أو أن تكون الدولة مستقلة ضمن حدود الشريعة التي يتبعها المسلمون. بعد سنوات جاءت وفود، طبعا هذا من إندونيسيا، جاءت وفود من القطاعات الأخرى المقاطعات الأخرى، وأردنا أن نكمل. لدينا هذا
وقالوا لنا أننا نريد أن نكمل ولكنكم تركتونا خارجا. كنا نريد أن كنا مستقلين من الهولنديين حديثا ولكن لم نكن نريد أن نتشظى إلى دول، كنا نريد أن نبقى دولة واحدة، ولذلك كان لابد من هذه التسويات. فكل العلماء المسلمين قاموا بنفس الشيء وقالوا أن رقم واحد هو أننا يجب أن نبقى دولة واحدة، ويجب أن نقود طريقنا أو نجد طريقنا في هذا ضمن هذه الخطوط. واستطعنا أن نقوم بهذه الموافقات والتسويات مع الطوائف الأخرى. وقد يكون هذا الأمر بالنسبة للمسلمين الذين يدعمونني مثلا غير مقبول، وبالنسبة للموقف الأصولي أو قد يكون هذا أيضا غير مقبول. فبهذا المجال طبعا نحن لا نخون الإسلام ولا نتخلى عن الإسلام، وإنما نحن نقدم فسحة للآخرين ليشاركوا وتكون مساحة لنا لممارسة الدعوة. لدي سؤال قبل أن نختم، باعتباركم دولة في جنوب شرق آسيا ولديك وهناك الكثير من الأفكار بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن جادة جدا لبناء حلف في آسيا لمواجهة الصين، لأنه يبدو أن الصين سوف تصبح مهيمنة في هذا القسم من العالم وستتنافس وهي تتنافس مع الولايات المتحدة على أجزاء كبيرة من العالم في هذا الوقت. برأيك إذا أعطيت وقتا محددا أين ستقف ماليزيا؟ هل يمكن أن تكون ماليزيا مع هذا المعسكر أو مع ذلك المعسكر مع أمريكا أو مع الصين؟ يعني لأن الآن يبدو أنه يصبح من الأصعب لبعض الدول أن تحافظ على حيادها تجاه هذا الموضوع. أعتقد أننا في تفكيرنا في السياسة الخارجية نحن نقول للهنود وللصينيين وللأمريكيين أن دولتنا دولة صغيرة، وسياسة الآسيان وهو هذه المجموعة التعاون الآسيوية الضخمة والناجحة تقول أنه يجب أن نبقى مستقلين ومتحالفين، ولكن أيضا بالحفاظ على علاقات جيدة من أمنية واقتصادية وتجارية مع كل هذه القوى الكبيرة. هذا هو الموقف الذي نحافظ عليه حتى الآن على الأقل. فبالتالي نحن نتوقع من الصين أو من أمريكا الاحترام استقلالنا ويجب أن لا تتحول ماليزيا إلى قاعدة عسكرية لأي طرف من الأطراف، لأن الصين جارتنا والصين لديها مخدرات هائلة اقتصادية وتجارية ومن حيث الاستثمار. فبالتالي نحن نريد أن نبقى قريبين من الصين لأنها جارة لنا، وفي نفس الوقت نريد أن نؤمن أي ميزات تكنولوجية واقتصادية يمكن أن نحصل عليها من أوروبا ومن أمريكا. فهذه ليست معادلة سهلة سامي، لأن هناك هذه القضايا الخلافية الموجودة، ولكن أعتقد أن هذا هو موقفنا في السياسة الخارجية. بالتالي إذن برأيك ما الذي يقلقك؟ ما الذي يجعلك تقلق في الليل؟ والله الحمد لله حتى لما كنت بالسجن كنت نام بشكل جيد بالليل. لقد التقيت بأحد الضباط الذين كان الكبار والذي كان
مسؤولا عن السجل لدي وقال لي أنور لم تكن عادل أنت في السجن. فقلت له لماذا؟ فقال عندما كنت في السجن كنت تنام بشكل جيد جدا ولم تكن تأرق على الإطلاق. أنا أرى أنا والحمد لله لا يوجد أي تهديد كبير. سوف هذا الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية إذا استمر فسوف يؤثر سلبا علينا. لذلك أعتقد أن دول آسيا عليها أن تقوم بأفضل ما لديها لتستطيع أن تمنع هذا النزاع من الحصول وأن تحافظ على استقلالها وحيادها قدر المستطاع. داخليا أعتقد أن البلاد قد عانت والشعب أيضا عانى. لم نسجل الكثير من الفقر أو البطالة في العقود القليلة الماضية ما عدا ما حدث بسبب كوفيد-19، ولكن الأسوأ هو أن الناس يستخدمون هذه الفترة فترة الجائحة والطوارئ يعني استغلال أو استخدام ثروات البلاد ودون خطة طوارئ لذلك، وبالتالي هذا قد يكون خطر كبير. فبالتالي السياسة أصبحت تتسم بعدم الأخلاق وهذا أمر خطير، ونحن في ديننا أهم ركن من أركانه هو الأخلاق. وأعتقد أن هذا أحد التحديات الكبيرة لدينا. طبعا أن يكون الشخص في السجن 10 سنوات ونصف هذا ليس بالأمر السهل. السريري لم يكن مصنوعا من الورود والأزهار، ولكن عندما يكون النظام فاسدا فبالتالي تكون الصعوبات أكبر بكثير. قبل أن أسألك سؤالي الأخير، لدي سؤال لديك فيما إذا كان هناك أي دروس أو أي نصائح للشباب تسديها لهم. أعتقد أن الشباب اليوم على عكس المفهوم السائد بأنهم لا يكترثون أو أنهم لا يفكرون بما فيه الكفاية أو لا يهتمون بغيرهم، أعتقد أن لديهم ميزة كبيرة في معرفتهم للتكنولوجيا العصر، ولكن يجب أن نتيح لهم الفرصة. الناس في معظم الدول لا توجد مساحة للشباب وهناك شك بهؤلاء الشباب. هنا في ماليزيا البرلمان وافق دون أي معارضة على وجود أشخاص في الحكومة منذ عمر 18 عاما، ولكن الحكومة رفضت تطبيق ذلك. عندما يكون لدينا شباب أكثر في الحكومة فالأمور سوف تصبح أفضل. في التعامل الآن مع الشباب أنا أدرك أنه يجب أن نعطيهم التشجيع والتعليم والمساحة وسوف يبدعون في القدرات التي سوف يقومون به وفي مستقبل البلاد. وأيضا أنت أحد الأبطال في تمكين المرأة أيضا. طبعا بالنسبة للنساء هذا الأمر مهم جدا لأنني أقلية في عائلتي، فأنا في عائلتي يوجد 6 أخوات، ولذلك دائما كانوا يجب أن نتأكد بأن أي أفكار تجاه المساواة بين الجنسين لا يوجد فيها أي تسوية. لا أعرف إذا كان لدينا الوقت، ولكن أردت أن أسألك دكتور أنور
عندما كنا نتحدث عن العالم العربي، ما رأيك ما يحدث الآن في القضية الفلسطينية؟ لأنه يبدو أن الأمور تذهب باتجاه معين. لا أعرف إذا كان لدينا الوقت لهذا السؤال، ولكن أحب فعلا أن أستمع إلى رأيك دكتور أنور. بإيجاز يمكننا أن نقول أن هذه المأساة الإنسانية التي تحدث تظهر النفاق الدول الليبرالية والديمقراطية، وخاصة الدول الإسلامية أيضا التي تغض الطرف عن هذه التراجيديا والمأساة التي تحدث فيها. كما قلت، هذه اليوم السياسة هي سياسة الازدراء، والأشخاص يطردون من أراضيهم ومن بلادهم وبيوتهم، ومع ذلك لا يزال هناك من يتحدث عن هؤلاء بأنهم ديمقراطيون وما إلى هنالك. أعتقد ولكنني أعتقد أن الأمور سوف تكون أفضل من هذا لاحقا. شكرا جزيلا لك دكتور أنور على هذه الإجابات التي أنرتنا بها وعلى هذه المشاركة. نحن مسرورون جدا وفخورون ونشعر بالشرف لوجودك معنا، ونأمل أن تشاركنا أيضا في برامج أخرى في المستقبل، وأن تزورنا هنا أيضا عندما تحل أمور جائحة كوفيد-19. شكرا لك. أود أن أشكر أيضا المضيف المشارك لي سيد حسين، وغدا سوف يكون لدينا ضيف جديد وهو البروفيسور مرتضى بدر، وهو عالم في الإسلاميات وهنا في جامعة إسطنبول. نراكم غداً.